آله وأصحابه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا وطنون تاسما بي سي إير بيغا دان وين نام اسم بيغا وين نام اللور بوري صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفاجي البوري إديكا بوس غوم بوس يما تلفزيون أني راديو الهدى كل عربة لا جترا وقت كانغا أن كنت وين نام تي وين نام ماني سغل سنغو تيرونا اللي با متابا نسوسا نيغا فادا زولي سا ولس غو ولس لون شريحين سغلي ديار كراسا مشيك عبد الملك أحمد كانزي يا بومبا أن كنت دا أفينوم wa winnam dina sun gana toto fado lislongo pore aya wan wana ran so so ya kateka henu gondun na toto pakien pore nan ko samti ka sama posien ma te yolon wakin so so nisba hambe enu gondun na winnam sakar pore alhamdulillah almutasarrif fil mulk wal malakut albaqi allazi la yafna wa la yamut alqa'il fi muhkam tanzilih إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ثم الصلاة والسلام على السراج المنير مؤلم الإنسانية وهادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المشاهدون والمستمعون الكرام أهيئكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف بيغدا ويندي وين نام لا نام نيم سون سومني بيغبا نام جيل فان جيل تيك كون نا كانا نيلا نام سابا تاريك دا نام بان توم دابون نان سوسو واسن دات بومين نينغا اديا نا كان با فالين كيلن كاباكم بي بيلم جوغو تي ووتو تي سابل كون فان جيل لي جوين سان نابا دين نابا يتا القران وغلا بوغا تعال بام وينام نان ساسن بيتينغون زو فانجيل بام وينن نان ديكم بيتينغون زو فانجيل فادو لارم بي باسو ادانا يي وينام توري الكيوم داري تو بوي تيكني انجين دونين تومبو منين دين دي بورل كوسا بوسو لا تيلاري او كون نبياما نبيام ني وينام سون تومجي توان يا كارن سامبا ودون زوغو يا كارن سامبا ويا فينغدا ويا تيدا الى تنجو سبا محمد صلى الله عليه وسلم نيبور ديك دا بوسون نيتون ايميسيون يوري تي ايميسيون مي يا فاد جولي هو لي سو الاسلام سالي وهن سغلا فو نيمني سفان جيلم بي تون جيسكو ما بي تون كيلاري تلفزيون لا راديو الهدى اكران وني انتن جوغو كوت وين نام تون نكيلم با هنيني لي تون شاكل بور وين مهم بوين كونتون تي باب كان تون مي نام بوين تي تايامبا وين شاكل بور يا وتو نونتا سي مبي سير هم بوستاب لور بوري ان سينغا ني بي بي سوكري هم بين نوغي تي سكن صبا اويل غمي تون سامبا مان كالم امباسي ابارب يبو حياتون مرامبا لكم ديبلي هنت بيلا اتابو ني كومبولي اناسي داتون سامبا هم بس بومني نغا سين يا فادو يا زاكلا اباسري لا وقت كانغا تن ومتابا يتنا قوسا زكا امبوي ليغدا لاتون مبيغا يمرن يلي تينا ناندا زكا ني مينيو بيسي لامي كامنتي زكا مبيزيني نوا افاليرا ميتا ومينيو بيستا لا انو اي رانن مبيغا غومبوري فاريك دبا سانبا يلا مي تتنا ساكامي انديري مينيو بيسي وا اد مبيغا هند زكا لامي كم تفاري كرب ساق سانبن يلي تزاك فالير هن تتوتو هن يوتو أفنا تونغي أما لغاية تبام زغسي تي هن كان أمبا لغدا بتين تي كوسا ويين انديغا لغدا وبي وبام فاري كرب تي أي موسى لزولي سا تبودا أي دغدا زيغا ووين نام دينا غانغري هم بتوتو يبن ساغلالر كرسا مطاري انان تاسبا ران سكرا لوتوني نشكركم على حسن متابعتكم ونبدأ بالسؤال الأول السائل يسأل توفي أبونا وترك زوجتيه وثلاثة عشر أبناء وأربع بنات وقد ترك أبونا منزلا وفي هذه الأيام اتفقنا على بيع المنزل فقال أحد إخواننا على أنه سيشتري المنزل بعشرين مليون ولكن قيمة المنزل يبلغ تقريبا 35 مليون فوافق بعض الورثة على اقتراح أخينا
بينما يرفض بعض، فما الحل؟ الحمد لله رب العالمين. فقبل أن نصل إلى الحل نشير بلا على أن ما تركه المتوفى بعد وفاته يسمى بالتركة. كل ما تركه المتوفى بعد وفاته يسمى بالتركة. والتركة قد يكون منها أموال وقد يكون منها اختصاصات، مثل هذا المنزل هو شيء يختص، كان يختص بالميت قبل وفاته. فبيع المنزل يكون بقيمته، بيع المنزل أو بيع التركة أو اختصاص من اختصاصات المتوفى يكون بقيمة هذا الشيء. فإذا كان إذا وجد، لأن قبل أن يباع لا بد أن يستفسر حتى يصل إلى القيمة الحقيقية لهذا المنزل. ثم بعد ذلك الوارث الذي يقترح أن يشتري هذا المنزل فيشتريه بثمنه الحقيقي، وهنا 35 مليون، 35 مليون. أما إذا كان هذا الوارث يريد أن يشتري هذا المنزل دون قيمته الحقيقي، فنقول بأن هذا البيع فاسد ولا يستجاب. لماذا؟ لأن ما تركه حقا لجميع الورثة، حقا لجميع الورثة. أما إذا وجد من الورثة من يقول بأنه يوافق على هذا المبلغ، بينما هو نفسه يعرف على أن المبلغ لم يصل إلى قيمة المنزل وهم يسرون إلى ذلك، فهناك حلين. الحل الأول باعتبار بأن المتوفى ترك زوجتين وثلاثة أبناء وأربع بنات، فللزوجتين الثمن، والباقي يكون للأبناء الثلاثة عشر والبنات الأربع لذكر مثل هذه الأنثيين. بمعنى أن لكل ابن من ثلاثة أبناء سهمين، فثلاثة عشر تنتقل إلى 26 بالإضافة إلى البنات الأربعة، بمعنى يكون 34 سهما. إذن 26 زائد 4 بمعنى 26 زائد 4 يساوي 30 سهما. فالآن هم ينظرون بناء على 35 مليون هذا، كم يرث كل زوجة، وكم ترث كل بنت، وكم ترث كل ابن. فهؤلاء الأبناء الذين لم يوافقوا يأخذون قيمتهم بالكامل. أما الذين مثلا أرادوا مساعدة هذا الأخ فهم أيضا يتنازلون عن قيمتهم لسؤاله هذا الأخ. هذا هو الحل الأول. أما إذا لم يتفقوا على هذا فالمنزل يباع خارج الورثة، ثم يتم تقسيمه كما قسمه الله سبحانه وتعالى. يولا يمسكا تيند مان كالم بس باربي يبو نيكم ديبلي بيلا تابو لا اكون بولي ناس لميكم تباها زكا تي زكا بيغا بزيم تتاما نانكو زكا مبفادو تي بيليبلي تي تين دا زكين اندا زكا مينيو بيسي تي زكا فاليرا بيان ديكا مينيو بيتالانو تي فاري كربا بيتابا ويل تابا بامر ميتوب ساكي بامر ميتوب أبرا ساكي نياوت رين وتو أمها تبان بور يبزي غا نيل كانغ نيلا تون يلا تواتي تون نكا كون بيبزي غا يا كيلا غربا فان بانغ نيسو كربا بانغ تنير هن كيام بها فان جي لبو نم تفار نياوت أرزيك مينغا موارا أتيدو أزاكا موبيلي مونتيري أبوغو فان لبغا فارو لحن لبغا فارو مثلا يم هون نم بي فارو far ko da ne valera jim tihnan da wa ya farik da ma tiya yinga ko da ne valera ka tun siki
en cause nan son wala boy rara want to yida rara menga win ya fali kreba ma tie boudo poy eh la bumning masan bam da jib ziga yida nan ko tibam jibe ziga ayane nga yibo bala kamba wila taba chenla to communio pisiwa chenle to bla communio pisiwa ti ala ya minio pistele noa la ligue de menga eh trendy ka pabal yiba midi bam dik de ni pour on puira yemre ti kompuli komdibli pili ataba nel fa ligue de jouter yib ti pisila yo tu kompule na ha ligue de jouter yemre yemre ti le bon piste dino nam pui minio pistele noa amara nimni sim pasakwa bam kitin dig da ligi da boy normally andin yo le ko lawto ne wallahu a'lam yal kabe ya otso nungan tasma bc sokra sokame likra likame fosanga fahmame e masa lebra irbangan hanna yakka sobat pour kal samba barkosko e ne vin ma son ko la nanking tori e ne sokro hampa de tisakanga soba awiligamenti paraman kalam amba safari kadaba pipi ya maroka amba ne sida la komdible atabo la le basanto porse bomob tabo to fangi na rakida ba anema la para basa wa arzek ya fado to sokden da tambangi e fada sanan pwe ner fangi le hentem pam to to hake wa winnam dina hampuyon kwe ayita wanwana dan sokra lawoto ne nuwasilu bisual italia sa'ilu yasal tufiyat imra'a an ummin wa zawjin wa thalathatu abna wa thalathi akhwatin shaqa'iq wa tarakat masalih fa su'al kalati fa kayfa yatimu taqsimu tarikatuha alhamdulillah rabbil alamin kuntum bi anna al mutawaffa tarakat zawjan wa umman وثلاثة أبناء وثلاثة أخوات شقائق فهنا نقول بأن الأم المتوفى باعتبار بأن المتوفى لها أبناء فأمها ترث السدس واحد من ستة وكذلك الزوجة ترث الزوج وكذلك الزوج ترث الربع لوجود أيسي الأبناء أما الأخوات الشقائق الثلاثة فهن مهجوبات بالمن بالأبناء فإذا كان للميت مثلا ابن فإن الإخوة والأخوات أو الإخوة والأخوات بأنواعها لا يرثون فالابن أو الأبناء يهجبون الأخوات الشقائق إذن فقلنا بأن للأم السدس للأم السدس وللزوج الربع والباقي يكون للأبناء يقسمونه بالتساوي فإذا نريدكم أردنا أن نطبق هذه المسألة أو أن نقسم هذه المسألة فأصلها تكون على 12 تكون على 12 والأم
تالي سو سودو سا إسنا أسرا وهو إسنين والزوج يلس ربع إسنا أسرا وهو ثلاثة. إذن الأم ورثت إسنين من إسنا أسرا والزوج ورثت ثلاثة من إسنا أسرا بمعنى ثلاثة زائد إسنين يساوي خمسة يبقى سبعة أسهم. إذن هذه الأسهم السبعة يعاد تقسيمها على ثلاثة فيكون لكل ابن سهم لكل ابن سهم واحد. يوم سكتي ندمان كالم فرمان كالم بس السيدة لا بس ما لم يكن متي فرمان أبسا كم دبلي تام لا لباس ما بي بورس تام لا كم بني ما تي أبرتن سوكن جه يلا فرا الفارا أنا بوي وان وان لا تنوين تي فرمان ما وان أديك دا أرجعك يو بوم بوي ريم لي ولا هنديك دا فرمان تركام يا وتو paga sidame anandika paga arjek na pourum puire buinga paga mbahkam nyaoto la amara paga mbi pourcent bampali ke fare ya anigira bamba adya paga boy kum dibilio net hambah bi dibile ama bi pekin da fare ma bi se wantu ya neng toto la handa migam ti paga mba se kum puli bum mbi na cinga mbi pourcent la ya kum dibilio bam gira na mbi pourcent ne fare lentun woni ngam ti mawali kala yo pom puire yi ti sirali kana pom puire yi nkella yo kum dibliya taban digrim puti jemeta den masalat ngal ligde ton nam poele ji pile yi yo pom puire yi wa le pile yi be jute yi bu la mawali kata ya woto e sidan dali kana pom puire yi wa na na hatta bo le pile yi jute table sidali kana nan ki le jute yo pu ya mawali ke yi bu ti sidali kan pile yo kayo pele hanke na yo pobi digra min ti kitaba le bon poe ji sa tabo ki bili bil fa li kuzuwa ye bili bil fa li kuzuwa ye bili bil fa kuzuwa ye amada ma bi pour ça e bam patal fado bu ngi def patal fada ci de kum dibli gidar da bamba le fado dun tun men tun lok yo lo to wallahu alam ya wato e post da yamma television ni radio al huda kala dba la jet ba fangil baraka kala songa yinga ticket ya fada pour rien e zule sa wil solis lon sheri hin sale nir kar sa ma sheikh abdul malik ahmed kanazwe tab kont da vienom o wen nam dina sangana toto a e nanking tori ne sokur ham pa de ti sokanga sobam a wil gami ti roman kalam la rosman kalma abasa farik daba pipi ya para pa ne kom pole ayibo la amma la libasa mabisi nakida ba anema ti sokra sokro na tambangi fada sanan pui anokin rayita wanwana walis long sheriwa sangana toto wasilu bisuali talia sailu yasal توفي رجل عن زوجة وبنتين وأم وإخوة أشقاء فسؤالك الآتي فكيف يتم تقسيم تركته؟ الحمد لله رب العالمين قلتم بأن المتوفى ترك زوجة وبنتين وأم وإخوة أشقاء فنقول بأن للزوجة المتوفى الثمن. لماذا ترث الزوجة الثمن؟ لأن المتوفى ترك فرعا وارثا وهن البنان أو البنتان وأم المتوفى ترث السدس واحد من أيسه من ستة. لماذا؟ لأجل البنات وكذلك جمع من الإخوة. إذا كان للميت فرعا وارثا سواء كانوا إناثا أو ذكورا أو جمع من الإخوة فهم يهجبون الأم من الثلث إلى السدس. فهنا الأم ترث السدس وترث البنتان الثلثين ترث البنتان الثلثين و الإخوة الأشقاء يبقون تعصيبا يبقون أي شيء الإخوة الأشقاء يبقون تعصيبا تعصيبا
بمعنى ينتظرون إذا بقي شيئا يغزون إذا لم يبقى فليس لهم نصيب في الميراث. فمعنى ذلك قلنا للزوج الثمن وللأم السدس وللبنتين الثلثان. إذن سنقسم المسألة التركة على 24 على 24 ثمن 24 ثلاثة بمعنى أن الزوجة ترث ثلاثة أسهم وسدس 24 أربعة الأم ترث أربعة وثلث 24 ستة أسهم لأن الثلث 24 ثمانية ثمانية في اثنين يساوي ستة أسهم والباقي يكون للإخوة. فالزوجة ورثت ثلاثة والأم ورثت أربعة بمعنى سبعة والبنات ورثنا ستة أسرة ستة أسرة زائد سبعة يساوي 23 إذن سيبقى سهما واحدا للإخوة الأشقاء فيقسمونه فيما بينهم بالتساوي. يا ولم سكت نرمان كالم رومان كالم بس فرا نما لا كمبولي لا بس أم بيسي يا ما بيروبا لام كيدا باي ماي لا بح أرزاقا تراتنا بانجيه بويتا وانا ملا توني إليا كيدا فرا أريك دني بوم بويري ولا هنديك ني بوم بويري وا بل كيدا بس أبوي كام كمبولي kida mawalik da yo pom pire yemi ya bola hande kiri yo pom pire wa ya mabisa ya ya kama hamba sa ka pule yiba ni mabisa me hle bahte ba miri mabiya nga ba min kita yi ta point kien yo point yemi kida men kompuli wa bam dik da oba wa arzeka nam pu ji sa ta point pire yiba ya wato nke lama haye kida mabisi bam robon kurame san kele bumbu tubriye hanka kelle ay bam patar bumbe ya wato den yo pom pire yewa nini pom pire ye la ta pom pire yewa ligi de ru de jin pisila nas teme ya banga tore ton nan diga kida arja kan du jin pisila nas ton du pi pisila nas pisila nas pour ni yemre ya nini table pisila nas kida parle que de pire ta ajoute ta ti mawa e yo pom pire yewa le bo pisila nas ya yo yo ba nas la pisila nase ma pisila na hanandi kum position se yobe ya nase ma wali ke jutan anase ti kum pugle yiba bam na ndika bon pisila nase hanandi kum position se tabo e kanini to bi ke ni yibi lamta ba pila yo rin kum pugle handi pila yo mpu tabti jemeta kum pugle handi pila yo ba ti kida malik nasa ka pisi ti kida parli juta tabu ka pisi la tabu rin juga yen nanke do mo ligi de jin pisi la nasa juga yen nanke le adiya me biro pandi kedina pu tabti man wana ti zeme taba den yo lo kromi ya wotone wallahu a'lam. Ya wotone her posta ikasama barkosro e ne sosra lersko wa winam tina sangana toto ala nankin tonne sokoro hampa hadi تسكن صبا ويليام تي بي بولا امان كالم ام بسافاري كربا يا ما ام باهي نكم ديبلي اتابو لالي بسما بيروبيبو ناكي دني ما لا باناني با لالي بسا بابي بوس ابا بيسا اتابو ويليام تي بامنا راكي دني با لا باناكي دا انيماي تفسكرن داتمبانغي كيدا ارزيكا هانامبي فارق رب نسبة هم تغسان الفاقل لي أهان تيم بامي توتو ووين نمدين سمكوية ونكوية يتا وان وان نواصلو بسؤال تالي سائلو يسأل توفيت فتاة عن أم وثلاثة أبناء وأخوين لأم وثلاثة إخوة لأب وتركت مصالح فكيف يتم تقسيم التركة؟ الحمد لله رب العالمين. إذن هنا لابد أن نصحح المسألة لأن المتوفى لا تكون فتاة ولها أبناء. إذن فنقول بأن توفي امرأة توفي امرأة عن أم وثلاثة أبناء وأخوين لأم وثلاثة إخوة لأب فهنا نقول
لأن للأم السدس. لماذا ترث الأم السدس؟ لوجود أبناء الثلاثة للمتوفى. أما الباقي يكون للأبناء. وأما الأخوين الشقيقين وثلاثة الأخوين لأمي، أما الأخوان لأمي وثلاثة إخوة لأب فهم محجوبون بالأبناء، يحجبون من الأبناء بأن بوجود الأبناء فهم فالإخوة لا يرثون. إذن فالمسألة تقسم على ستة، فترث الأم واحد من ستة ويبقى خمسة أسهم، هذا يجمع ثم يقسم على ثلاثة، فيأخذ كل ابن سهما واحدا من خمسة، بمعنى خمسة يقسم على ثلاثة فيأخذ كل ابن سهما واحدا من ثلاثة الأسهم. لن وين جمتي سوك دا سوكم تكيد ندمان كا بعمان كالا بسما لا بحكم دبلي تابو لا بسما بيرسي لعم كيد مان كلا عم با ما بيلو با بمو لا بس أبا بيلو با لعم كيد با كلا عم ما بمو تابو لا كيد بس أزيكا تبور نام بع نرفع جيلهم با بومين يلا تون وين يا ki kida mawali kla yo pom pire bula hande kla yo pom pire bal kida basa kamba aliba hamme bisi ya wuso nyawta la amada arjaka mawandi yo pom pire yo nki la libra kida kom diblo buyi la ya kom diblo bala kom diblo hombi wa ab kida da mabisa nem sa fane fado nyawta den babisa kali ker fado kom diblo gida da bamne fado ma han la man kala ram baba wi yeme kali ker fado kom diblo gida da bamne fado ren koy koy ali dina ndik position sa yobe am position sa yobe nyaka yem non koy mawa fele de puit jisen doble bon dik jouto nou an na taba le bon position sa tabo position sa tabo dibi bi fa gili rek boy rek koy ra yem dani yomme wi ran lawoto ni wallahu aalam ya woto ne nunga tasma bc wiligaminti wakat ninga son koda ya hanzeke enta sabo tisosoy kitami leil kabi titin lere sosota ban pasi tewin san godon tasi wakat wati kitam bime titin pamni el karsama sheikh abdul malik ahmad kanazi tib kontol vinam ya yam sosqali rasgo hambolan soke behen tole tiwaddo rapwa rinki mohati yam san waratin soka min pasi yel pabet yam pame ka sam numero whatsapp zo tin ya 70 06 02 90 rani mea piso pwe zalam la yobe zalam la yibo pisoy maitin pa maton kule 78 95 29 zo yemea piso pwe la ni pisoy la nu mba sini pisi la wey te won sakarpore ina wampami isokura lekre denki ti posta yambar kosro ti masinda muwa zinabe ya tunoyar mabiga abdurrahman bandi mikro atore karasa ma sheik abdul malik ahmad kanazi bamanda li ghadi yam sosgam yam mabiga sane ahmad lahan tahrir karasa ma sokra runami ya sosah nam fas ko baga la piswa la ayibo television ane radio al huda hankwati yamma fada zulisa wilisro walislan sheri hinsa ali وَإِذَا غُدُنْتَ سَيَوَكَتَتُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ